السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناتكم قناة عبد الحق زراعة. على غير العادة سوف نخرج من جو الفواكه الاستوائية. سوف نتكلم اليوم عن كيفية الاعتناء بأشجار الحمضيات على العموم، نخص بالذكر الليمون والبرتقال. لكن قبل أن نبدأ يسرنا أن تشتركوا في قناتنا وأن تنشروا الفيديو حتى تعم الفائدة، وشكرا. مثلا هذه الشجيرة شجرة الليمون، زرعتها منذ سنتين وكانت تعاني من تأخر في النمو الخضري، لكن كما تلاحظون استرجعت عافيتها وانطلقت من جديد. الفضل بعد الله تعالى يعود إلى شيئين أساسيين، الأول هو التقليم الصيفي، أما الشيء الثاني فهو السماد البلدي أو الغبار كما يسمى بالعامية. حيث قمت في فصل الصيف الماضي بقطع رؤوس كل الأغصان مع المواظبة على السقي المنتظم، وفي نهاية الخريف أي في شهر نوفمبر قمت بتزويد الأشجار بالسماد البلدي المتحلل. نفس الشيء ينطبق على شجرة البرتقال، فكانت النتيجة كما تلاحظون عودة الحياة إلى الشجيرات، كأنها انطلقت من جديد والحمد لله. كما تلاحظون نقوم بوضع سماد بلدي متحلل. أنا قمت بوضع السماد على مقربة من الساق، وهذا لأن الشجيرة صغيرة نوعا ما. كما تلاحظون شجيرة البرتقال تستعيد عافيتها، نمو خضري رائع وجديد، إزهار لا بأس به. قوموا بنشر الفيديو مع إخوانكم الفلاحين حتى تعموا الفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.